الشعب التونسي وقواتنا المسلحة العسكرية والأمنية وكل قواتنا المسلحة والشعب التونسي سيقف سدا منيعا أمام من تخول له نفسه أن يتدخل في شأنها. شأن التونسيين هو شأن التونسيين فقط، ولا دخل لأي كان في اختيارات الشعب التونسي، لأنه هو صاحب السيادة والدولة التونسية ذات السيادة، نعمل على تجسيدها في كل خطوة نخطوها إن شاء الله.